الله أكبر الله أكبر. محاولة تهديم الجامع جامع خالد وليد سيف الله مسلول يحاولون تدميره. الله أكبر الله أكبر. يا مسلمين قصف جامع الصحابة خالد بن وليد. حسبنا الله ونعم الوكيل. حمص الخالدية 8/7/2013. القصف الهمجي من قبل ميليشيات حزب الله والذي يستهدف المساجد. حسبي الله ونعم الوكيل. الله أكبر. حمص حمص المحاصرة قصف عنيف وصواريخ أرض أرض على الحي. الله أكبر الله أكبر. حسبي الله ونعم الوكيل.